حساب على منصة إكس يقلب الدنيا رأسا على عقب بعد نشره معلومات بأن عناصر من الحرس الملكي مشكوك في ولائهم وأن هناك إجراءات تتخذ بحقهم من قبل ولي العهد، فما هي حقيقة الأمر؟ كشف حساب العهد الجديد على منصة إكس عن إجراء حركة تنقلات وصفها بالهائلة من الحرس الملكي في المملكة العربية السعودية إلى وزارة الدفاع، وزعم الحساب المعروف بنشر أخبار عن النظام الحاكم في المملكة إن حركة التنقلات جاءت بعدما رفعت معلومات إلى ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان بأن عناصر من الحرس الملكي مشكوك في ولائهم. وأضاف الحساب أن واحداً من الأسباب الأساسية لاتخاذ هذه الإجراءات بحقهم هو أن بعضهم لديهم علاقة شخصية مع أمراء ويثنون عليهم، وهو ما أثار جنون محمد بن سلمان فاتخذ قراراً بنقلهم. وادعى الحساب أيضاً أن هناك خلافات داخلية داخل العائلة الحاكمة وسط حديث عن هروب أمراء وأميرات للخارج بأموالهم وتكوين جبهة ضد ولي العهد. انتشرت التدوينة ومعها سيل من التعليقات الغاضبة والمهاجمة لحساب العهد الجديد والمتضامنة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فدون أحد الناشطين نافياً مزاعم الحساب المذكور قائلاً: معروف في منصة إكس ويدار من خائن هارب خارج السعودية ليتحدث عن السعودية، هل يوجد عاقل ممكن يصدق هالكلام؟ ثم توالت التعليقات التي تكذب ما نشر، فدون أحد الناشطين: الكذب ببلاش، ولو كان بفلوس من زمان توقفتم عن الكذب والدجل والقصص الوهمية، وهل وزارة الدفاع ليست تابعة للقوات السعودية؟ فإذا هناك شكوك كما تدعون وتتخيلون، هل يتم نقلهم أم إحالتهم إلى التقاعد؟ حاولوا إذا كذبتم أن لا تجعلون بالكذبة ثغرات تدل على الغباء. ونشر آخر مستذكراً كذبة سابقة لنفس الحساب ودون قائلاً: عينا من أكاذيبك السابقة وما زلت في نفس الأكاذيب. ودون ناشط آخر مداعماً كلام الناشط السابق قائلاً: على أساس أنها الكذبة الأولى، يعني اللي تغرد فيها ثم تحذفها، حساب لنشر الوهم والكذب فقط. وفي سياق متصل نشر موقع صحيفة العرب أن الحسابات التي تهاجم النظام السعودي وهمية في معظمها وهدفها توجيه الرأي العام السعودي، ويتهم سعوديون جهات خارجية بالوقوف وراء الحسابات لتشويه سمعة السعودية والسعوديين.